صاحب السمو الملكي سمو الأمير ولي بن طلال، سعيدين جدا اليوم بوجودكم معنا، والحق ان احنا نكون عندك صراحة، لكن دائما انت يعني تجود ودائما تبحث عن فعل الخير، ولعل اليوم وجودك اليوم ما هو الا رسالة هالشيء. اليوم احنا نشهد اتفاقية مميزة ثلاثية تتضمن المسار السكني والتنموي بقيمة تجاوزت ملياري ريال بين وزارة البلدية وشؤون وزارة شؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الوليد الإنسانية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية سكن، لتمكين 10,000 أسرة في تحقيق مزيد من الاستقرار الأسري لهم ولأفراد أسرهم، وأيضا يصاحبها برنامج تنموي من خلال تعزيز المواصلات وتوفير حياة كريمة لهذه الأسر. لا شك أن يعني الإسكان بشكل عام يحظى باهتمام كبير من قيادتنا، وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ولعل الإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة يلقى اهتمام كبير لأهمية هذا الملف للجميع. ولعل اليوم وجود الجمعيات والمؤسسات المحترفة والمؤسسية يساعدنا كثير في استمرار هذا القطاع بشكل كبير. الحمد لله اليوم حنا نوقع مع مؤسسة وليد الإنسانية التي يعني من أكثر من 40 سنة شهدت احترافية العمل سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. أنتم ربانها سموك وفريقكم المميز بقيادة الأميرة لميا وفريق الباقي فيها، دائما ما يعني يشعر من يتعامل به بهذا التميز، فلكم منا جزيل الشكر والتقدير. لعل اليوم حنا يعني من بداية السنة فريق الإسكان التنموي يمكن وقع اتفاقيات وصلت إلى 37,000 وحدة، اليوم حنا نضيف عليها 10,000 وحدة بقيمة مميزة 2 مليار، ما هو إلا تأكيد. ولعل وجود اسمكم في هذا المؤسسة الوليد الإنسانية في هذا البرنامج سيوثق وسيجذب كثير من المؤسسات الغير ربحية وفي شراكة مستقبلية لهذا العمل. نكرر شكرنا لكم سموك ولفريقكم المميز والمبدع، ونستم إن شاء الله كما وعدتونا سموكم ستمتد إلى أنشطة تنموية أخرى في مجالات أخرى يعني بين مؤسسة الوليد الإنسانية إن شاء الله ووزارة شؤون البلدية والقروية والإسكان. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد الإنسانية، صاحب المعالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذا اليوم المبارك أن أتقدم بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمه من دائم للتنمية وما يحقق رخاء وتمكين المواطن والمواطنة السعودية. ويسعدني تهنئتكم اليوم بإتمام أكبر اتفاقية في تاريخ المملكة بين القطاع الحكومي والقطاع الغير ربحي ممثلة بمؤسسة الوليد الإنسانية، والتي أخذت على عاتقها منذ أكثر من 4 عقود الاهتمام بالفئات الأشد حاجة وتمكينهم في تملك مساكنهم وتمكينهم ببرامج تنموية مستدامة. فكما تعلمون أن توفير المسكن له أبعاده الوطنية والإنسانية والاقتصادية، ولقد التقت طموحاتنا مع الإنجازات العظيمة والعمل الكبير الذي تقوده وزارتكم تجاه هذا المشروع، مما جعلنا نفخر بشراكة استراتيجية مستدامة تخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج الإسكان ورفع نسبة مساهمة القطاع الغير ربحي في الناتج المحلي. وسنعمل من هذه اللحظة مع شركائنا في وزارة البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي والأهلية لإنفاذ هذه الاتفاقية وتحقيق تطلعات القيادة وتطلعاتنا للوصول لنتائج ملموسة من خلال المساهمة بتمليك 10,000 أسرة منازلهم ومنح 10,000 سيارة لتنمية الأسر وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار ريال سعودي. كما لا يفوتني شكر فريق عمل المؤسسة ممثل بالمهندسة نجلة الجعيد أستاذة صفية العطاس، وفريق عملكم ممثل بسعادة المستشار عبد الرحمن القرني والأستاذ يوسف السحيباني. كلا الفريقين بصراحة أظهروا احترافية عالية في إدارة المفاوضات وإتمام التعاون للوصول لهذه الاتفاقية النوعية. كما نعتز طبعا بشراكاتنا الممتدة مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية. ستظل مؤسسة الوليد للإنسانية بقيادة صاحب السمو الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز وفية وملتزمة بمبادئها في خدمة الإنسان
وخدمة هذا الوطن الشامخ العظيم وقيادته الحكيمة، وستظل جزءا في كل قصة نجاح مستدامة وعونا لتحقيق ما تتطلعون إليه. شكرا، وعلى بركة الله نبدأ بإذن الله.